الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الغاز ومعلومات عامة. اختبر معلوماتك. الجزء الرابع عشر. السؤال الأول: كم عدد الأصفار في المليار؟ الإجابة الصحيحة 9 أصفار. السؤال الثاني: كم مرة ذكر الأسد في القرآن الكريم؟ الإجابة الصحيحة 2. المرة الأولى في سورة المدثر، الآية: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. المرة الثانية في سورة المائدة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السؤال الثالث: كم قلب للإخطبوط؟ الإجابة الصحيحة 3 قلوب. السؤال الرابع: من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ الإجابة الصحيحة آدم عليه السلام. السؤال الخامس: ما هي الدولة الأكثر تتويجاً بكأس العالم؟ الإجابة الصحيحة البرازيل. السؤال السادس: ما هو أكبر حيوان على وجه الأرض؟ الإجابة الصحيحة الحوت الأزرق. السؤال السابع: كم يبلغ طول الحوت الأزرق؟ الإجابة الصحيحة 30 متر. السؤال الثامن: كم يبلغ وزن الحوت الأزرق؟ الإجابة الصحيحة 180 طنا. السؤال التاسع: ما اسم العدد الذي يوضع أمامه 18 صفر؟ الإجابة الصحيحة التريليون. السؤال العاشر: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ الإجابة الصحيحة الضوء. السؤال الحادي عشر: ما هو جمع كلمة حليب؟ الإجابة الصحيحة أحلبة. السؤال الثاني عشر: كم عدد المحيطات حول العالم؟ الإجابة الصحيحة 5 محيطات. السؤال الثالث عشر: ما هي أصغر دولة عربية في المساحة؟ الإجابة الصحيحة البحرين. مساحة البحرين 758 كيلومتر مربع. السؤال الرابع عشر: ما هي أكبر دولة عربية في المساحة؟ الإجابة الصحيحة الجزائر.
وتبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلو متر مربع. السؤال 15، ما هي أصغر دولة عربية سكانا؟ الإجابة الصحيحة جزر القمر، ويبلغ عدد السكان 820 ألف نسمة. السؤال 16، ما هي الحاسة الأكثر قوة عند الكلب؟ الإجابة الصحيحة حاسة الشم. السؤال 17، ما هو أكبر بحر في العالم؟ الإجابة الصحيحة البحر المتوسط. السؤال 18، ما هما العضوان اللذان يستمران في النمو طوال حياة الإنسان؟ الإجابة الصحيحة الأنف والأذن. السؤال 19، كم عدد الدول العربية؟ الإجابة الصحيحة 22 دولة. السؤال 20، كم عدد أحرف اللغة العربية؟ الإجابة الصحيحة 28 حرفا. السؤال 21، كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ الإجابة الصحيحة 26 حرفا. السؤال 22، كم عدد أرجل العنكبوت؟ الإجابة الصحيحة 8 أرجل. السؤال 23، كم عدد الأصفار في المليون؟ الإجابة الصحيحة 6 أصفار. السؤال 24، كم عدد الكلى في جسم الإنسان؟ الإجابة الصحيحة 2. السؤال 25، ما اسم الدولة التي فازت بكأس العالم عام 2022 بقطر؟ الإجابة الصحيحة الأرجنتين.